عندي تقرير من إسماعيلية، رغبة في عمل الخير قررت مجموعة من الفتيات إن هم يقوموا بتوفير الطعام للحالات المريضة وغير القادرة بمحافظة إسماعيلية. فالفتيات دول اتفقوا على الاعتماد على جهودهم الذاتية من أجل الخير وطبخ وتوزيع وجبات الإفطار خلال شهر رمضان. تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال هذا التقرير. إيمي موسى من الإسماعيلية، من مؤسسي مطبخ الخير. المطبخ عندنا شغال بقاله سنتين، ولكن كنا الأول بنشتغل من بيوتنا، كنا بنطبخ من بيوتنا، ولكن لما لقينا العدد معانا بيزيد قررنا ان احنا يكون عندنا مكان مستقل بينا ونقدر منه نطبخ ونطلع الوجبات، سواء كانت للمائدة او للأسر اللي هي غير قادرة من المرضى والمسنين. احنا طبعا الهدف منه ان احنا نطعم الناس الغير قادره. احنا عندنا ناس كتير جدا في اسماعيليه غير قادره، ما بيقدروش لا يطبخوا ولا يقدروا يشتروا الحاجات، فاحنا بنساعدهم وبنوفر عليهم المجهود ده، ان احنا بنخليه بنطبخ لهم احنا هنا وبنودي لهم الاكل جاهز، يا دوبك هو بس قبل الفطار بساعه ساعه ونص نبتدي ندي الوجبات لعبد الله اللي هو ديليفري الخير، او ندى، او حد من معانا، او رندا بتروح برده توزع. بيكون التوزيع قبلها بساعه ونص، نودي لهم الوجبات هم بياكلوا بس قبل الفطور. اليوم اللي احنا هنتجمع فيه ممكن نتجمع الساعة 1 الساعة 2، في ناس قبلنا ممكن تيجي عشان تنظف المكان، ممكن نجيب عمال وبنعرف نديهم اليومية بتاعتهم ان هم ينقلوا لنا مثلا خضار او حاجة، وعندنا التلاجات اللي بنقدر ان احنا نفرزن فيها الحاجات اللي احنا نعملها لتاني يوم. بنخلص ونبدأ توزيع على الساعة حوالي 4-4 ونص، لان طبعا احنا يعني انا واحدة من الناس بتحرك ما بين البيوت في خلال الإسماعيلية كلها، ففي يعني متقسمين، ناس بتروح للموائد، ناس بتروح لأماكن معينة، ناس بتروح للبهتين، ناس بتروح للبلبسة وهكذا. ناس تبعنا عارفين الحالات اللي محتاجة دي، بنقابلهم عند العزبة نفسها ونبدأ نوزع في البيوت اللي عارفين ان هي محتاجة جدا، اللي هم عارفين ما عندهمش أكل أصلا، فدي اللي بننزل لها. في بقى وجبات بتتبقى دي بنقدر ان احنا مثلا نوديها في حالات بتحتاجها في المستشفيات، يعني متصلين باسماعيليه، متصلين باماكن كتير، الناس تقول ان محتاجين كذا، فعشان كده بنبدا بدري شويه عشان نقدر نوزع. وطبعا بتبقى بالعربيات وساعات بنجيب ناس للدليفري. يعني انا مثلا بكلمهم مثلا الساعه 1 في رمضان، بشوف المطبخ عايز حاجه، في ناقصهم حاجه، اي حاجه عايزينها بجيبها لهم، بستنى لحد ما الوجبات بتطلع وببتدي اوزع على الناس. حاجه حلوه بالنسبه لي يعني، اللي انا بشوف الناس مبسوطه، وفي ناس طبعا محتاجه حاجه زي كده، يعني في ناس ما بيوصلهاش الكلام ده. نفسنا ناس تيجي تقول لنا احنا عايزين نطبخ معاكم، نفسنا ناس تيجي تقول لنا بدل ما احنا مثلا ثلاثه بس بيوزعوا، لا يقول لنا احنا اللي هنوزع لكم، ادينا اسامي الناس بارقامهم واحنا اللي هنوزع الوجبات. نفسنا المطبخ يكبر، نفسنا كل الناس تاكل منه، نفسنا كل الناس المحتاجه يعني ما يكونش في حد محتاج، نفسنا ما حدش يبقى جعان.